سلام، معكم فايبر بايز في حلقه جديده من لعبه ماينكرافت. هذه اول سلسله لي في ماينكرافت. طبعا كاين جماعه حبيت نقول هذه جماعه اللي تلقاني في الطريق منها يقول لي واش جلال هذيك في الحلقه اللي كدير فيها ماينكرافت تعيف تاع الكاريات هذيك منها. انا اخويا هذه اللعبه صراحه الكل يعني اغلبيتكم يشتي هذه اللعبه كيما صاحبي سيف هذا. قلت له نعت له اللعبه من اي قال لي تعيف ومن كيف راح تدير، هو اصلا مازال ما شافهاش وما لعبهاش. من بعد كيما تخلى معايا في الريضنا الايج وورز هذا عجبته ولا مدمن عليها، دوك راهو مازال مدمن عليها. اوكي من كثرش في الهضره بزاف خاوتي ننطلق ندير سينجل بلاير. اوكي خلينا نشوف نسميوه وزوزا. اوكي كريني وورد، فتحنا العالم يا خاوه. لودينغ يا درا فيها نطيحو، يا قدروا نطيحو في صحراء، نقدروا نديخو في نطيحو في غابه داخل ادغال، ونقدروا حصلا ندخل. راح نقرا كده بزر 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 شني هذا؟ ورانا في السماء ولا نطير وين؟ هلا وهلا لا بالعيال، هلا لا 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 هلا لا 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 هلا لا 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 هلا لا 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 لا. بسم الله الله اكبر، ضحنا في غابه ادغال. شوف خلينا نحيو هذه شجره الادغال يا سالا، شجره البلوط هذه على ما اعتقد. البلوط نعم نعرف كلنا البلوط. يزر بزر بزر بزر، زيد نحي وحده، زيد ناحية واحدة، ما يكون نتبعو نبقى غير الناحية. شوف المهم هكذا، شوف نخترعو ترافتن ك اوكي خمسة ترافت كرافتينج تيبل وليس كرافت تيبل. المهم اخترعنا الترافتينج تيبل، شوف نحطوها، خلني نشوف نخترعو واحدة زوج ثمانية هكذا. اوكي ثمانية، خلينا نزيدو نديرو واحدة ثمانية 16. اوكي 16 نخترعو دوكا لي اي اي شنو هذا؟ رينوب. اوكي متخافش ازرب، شوف ازرب. نديرو بيكاكس هذا اللي راح نديرو، مش بيكاكس هذا اللي يسميوه ينيحي الحطب، يعني بزربه، يعني يزرب كل ما درناه كل ما يزرب ينيحي. المهم نخترعو البيكاكس، هذا هو البيكاكس. اوكي زوج منا ورد البيكاكس. اوكي ونخترعو السكين، طاحت قد تقول طيحتها بالحساب. خلينا ندي ترافتن كيبل، كرافتنج تيبل يا بغل يا حيوان. كرافتنج تيبل اللي لازم نحتاجوها. اوكي زيد لهم شويه حطب. اوكي هاي يزرب بزرب. اوكي دوكا خاوتي الكرام لازم نروحو نحوسو على قطيع خرفان، لازم نحوسو على الشتا يكون خروف واحد برك نحيو له الصوف تاعو، وثاني لا نحيو الصوف تاعو لكن نخترعو او عفوا يعني نديرو حديد. قلت لكم حديد انا نعفس، راح بكي نخترعوا السرير بكي نرقدوا، يعني في كيما يجي الليل بكي نرقدوا ما نبقاوش نايضين. عم بكون نبقاو نايضين نتلاقاو بالزومبي ونطولوا ثاني. المهم زيد 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 لم شويه. اوكي شوف هكذا اي واش بيه. الله 52 وحده. اوكي 52 وحده تكفينا، دوكا لازم نروحوا نحوسوا يا جماعه على الخرفان. اوكي شوف في بعض الاحيان يعني جينا الخرفان. يس عدنا زهر 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 يا جماعه، زهر والله. يعني كاين جماعه شفتوا في اليوتيوب يديروا عليها فيديوهات، يعني يقول يحوسوا بزوج سوايع بثلاثه. المهم لمينا ربعه صوف، دوكا نخدموا السرير. اوكي شوفوا كان نخدموا السرير، نحطوا ترافتنج كيبل كرافتنج تيبل يا بغل. اوكي كرافتنج تيبل نحطوا هنا لا حطيت 50. اوكي لا يا بغل. نحطوا ثلاثه، نزيدوا نجيبوا الصوف ونحطوا هنا ومبروك السرير. اوكي اخترعنا السرير. اوكي نحي ترافتنج كرافتنج تيبل يا بغل. اوكي كرافتنج تيبل، ادينا كرافتنج تيبل، عدنا اللحم. دوكا خاوتي الكرام نروحو نبنيو دار. اوكي قدا عندنا 49، خلينا نزيدو نلمو شويه. اوكي اوه اللحم الدم بيخلص لنا. اوكي ما يهمناش، خلينا نروحو نلمو يعني نلمو هكذا. اوكي نلمو شويه حطب بكي نقدرو نبنيو بيت يعني بيت يعني كيما نقولو حنا خفيفي برك تعليله هكذا تاع زوجو. اوكي نلمو شويه حطب. اوكي لبينا حطب الخاوه، حطوا كرافتنج تيبل، والله محتاج كرافتنج تيبل يعني هكذا برك، حطوا ممكن اربعه، اذا 64 21 الله يبارك نقدروا نبنيو. اوه في فحم هناك، شوف خاوتي لكن نديروا فورنو ونديروا يعني شويه
خلينا نطاردقوا هذه هذو نسحقوهم دوك نخدموا بيهم بيكاكس والثاني اوف حمل فحمل فحمل بك نطيبوا بيه الماكله. اصبر تشوف قد راه الوقت روح مزال مزال خلينا نحيوا الفحم. اوكي شوف من نحيوا الفحم خليها هنا. اوكي زيد 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 نحي هذه زيد نحي هذه يس نحيوا شويه برك حجر هذا حجر من السوق او ما عارف كيف يسموه. اوكي ما شوف لمينا 10 خلينا نخدم فور. لا 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 كرافتينغ تي كرافت كرافتينغ تيبل يا بغل زيد دوك من زيد من وجهك اعتقد انها اوكي ها هو فرن كما تشوفوا فورنو مسمينه فورنو. شوف خلينا هذا خلينا من الحم هنا. اوكي اوكي دوكا نزيدو نلمو شويه خاطر بكي نصنعو بيكاكس من الحجر بيكاكس من الحجر بكي نزربو يعني نسرعو في عمليتنا نحيو الحجر. اوكي هكذا اوكي يعني الحلقه الاولى راح تكون يعني حلقه خفيفه يعني ما فيهاش بزاف يعني حيث انا يعني نباتو برك منا. اوكي قداه لمينا دوكا لحد الان كما راك تشوفوا لنا في التحت كما تشوفوا راهي بدات يعني تموت يعني الحطب يعني ضعيف اكثر منا هزته. شوف لمينا 16 كافيه. اوكي خلينا نديرو بيكاكس. اوكي بيكاكس اوه شي هذا الصوت هذا. اوكي البيكاكس مبروك بيكاكس نديرو سكين الموس. اوكي الموس وايضا اللي تقطع الشجر هكذا وراه برا اصبر شوي شوي تتخنتر لي. اوكي مبروك هكذا. اوكي دوكا نحيو كرافتينغ تيبل كما تشوفوا يعني دوكا تسارع العمليه. دوكا نحيو شويه فحم بكي كيما نبنيو الدار نطيبو شويه ماكله بكي الدم ينقص الناش نحي فوالا الله الله او منجم تاع فحم هذا يا اخي نحي نحي هي او ورانا رايحين. اوكي هنا زيد نحي هذا نظن الخاوه اللي هنا ثاني كاين هاي هذا هو اللي متبدلناش مره الاولى. اوكي او واش هذا الفحم الله يبارك بابا بابا برانا رايحين اوه يا جماعه الخير قعدنا فحمه 17 فحمه اعتقد بانها كافيه يعني كفينا بكي نقعد نطيبوا بها. المهم لمينا اللحم تاع الخروف من المستحسن نلمو لحم الخنزير عافاكم عافاني ربي يعني متقولوش لاني حرام يعني لحم الخنزير في هذه اللعبه يخليك يعني يعطيك قوه يعني مثال اذا نقص الدم يقدر تاكل حبات تكفيك ان تمشي 10 دقائق والله. اوكي شوف نهزو هذا الفحم. اوكي هزينا 27 فحم. شوفوا دوكا يا جماعه الخير هزينا كرافتك تيبل. اوكي دوكا نروحو لازم نبنيو في بلاصه. اوكي وين بلاصه راح نبنيو فيها وش رايكم في هذه البلاصه كون دوكا نبنيو فيها. اوكي شوف وش رايكم دوكا نبنيو اوه خرفان خرفان. اوكي شوف ما نقتلوهمش خليهم هنا شوف خلينا نبنيو الدار هنا. اوكي بسم الله شوف نبنيو الدار هنا بسم الله شوف نحطو نبنيوها خفيف 1 2 3 4 5 6 7 اوكي 7 زيدو لنا ثاني نبنيوها نخلي 8 9 10 واحد زوج ثلاثة بدا بنينا هنا 1 2 3 4 5 6 اح غلطت 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 6 3 6 7 8 هكذا كافية 8 واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واحدة زوج ثلاثة واحدة زوج ثلاثة نظن بلي الحطب ما يكفيناش يا جماعة والله أعلم إني عليت بزاف لعوتشا روح ابني 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 أوكي واحدة زوج ثلاثة واحدة زوج ثلاثة الليل بدا يطيح الليل بدا يطيح يا جماعة الخير الليل بدا يطيح لا يا طيح جماعة خلينا نشوف نحطو الفرنو هنا نحطو الفرنو خلينا نحطو الفحم نحطو هكذا ونحطو هذا كل يطيب يعني بكي خلاص لنا الدم على بالك ما عندنا شو باه نديرو اي خلاص انا الحطب والليل جا الليل جا الليل جا 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 الليل وجليل والحم خلصنا اوه نسمع في صوت البقر هيا اعطيو النار اعطيو النار اعطيو النار اه البقر راه ملهيه افير
فين رحمة ربي؟ هيا 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 هيا. ربعتاش ما نظنش رايك كيف يا الخاوة. أوه في كهف هنا، هنا في كهف. أبا نظن كهف كاذب ثاني يعني، ما مش كاذب. نفور راه وشعل وطاح الليل وطاح الليل وطاح الليل. اختير رينوبا اختير رينوبا. جماعة خير طاح الليل طاح الليل وطاح الليل وطاح الليل. اوكي في اثنين لحم. لا اقلبها خلينا ناكل. جماعة خير شوف دوك نحطو طول السرير. شوف حط سرير حط هنا. اركض اركض اركض. دوك اكثر من يقدرش يجينا الزومبي يعني نبتعدو نتجنبو الزومبي اقصى وقت يعني نزربو نرقدو قبل ما والله ما عارف. اذا اخواتي خاوتي الكرام نكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه تاع اليوم. طبعا كانت يعني بدايه موفقه يعني لمينا طب من لقينا كباش قدرنا نرقدو قدرنا نديرو السرير وقدرنا نلمو شويه نخدمو شويه دار. بصح كيما راكم تشوفوا الدار يعني ما كملتش بنيتها. في الحلقه الجايه ان شاء الله سلسله الاخرى ان شاء الله راكم راح تلقوني باللي يعني كملت بنيتها سقمتها عدلتها ستيكيتها وايضا يعني راح يعني نحوس شويه على ماكله. المهم والحلقه الاخرى ان شاء الله نزيدو نروحو نشوفو ونستكشفو ان شاء الله كش نزيدو نحوسو على الحديد ومنا. المهم خوتي الكرام اذا كنتو عجبتكم ما تنساش انك تشترك في القناه وايضا انك تترك لايك وايضا تبارطاجيه مع اصحابكم. والسلام.